مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بكم في هذه النافذه الاعلاميه المطله عليكم في الجنوب الغربي من بيت لحم في بلده نحلين. هنا كما ترون اقف قباله ملعب البلده في نحلين، المتنفس الاخير والوحيد للبلده الذي اخطره الاحتلال الاسرائيلي بالهدم او بازاله الملعب، بالاضافه الى هدم كونتينر هنا، غرفة بجانب الملعب. هذا الملعب كما ترون الواقع أسفل المستوطنة المقامة عنوة على أراضي بلدة نحلين بتار عليت، والممتدة فعليا وتشمل أكثر من بلدة في مدينة بيت لحم أو محافظة بيت لحم. للحديث أكثر عن الموضوع نتحدث مع رئيس بلدة نحلين الأستاذ إبراهيم غيظة. أستاذ إبراهيم، بعد الترحيب بك، لو تحدثنا أكثر عن تفاصيل الاختيار بالإزالة لهذا الملعب. السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم. إحنا في بلدة نحلين نتعرض يوميا للمخاطر الاحتلال، وتتوالى هذه المخاطر وآخرها بهذه الإخطارات التي تم توجيهها بالأمس من أجل إيقاف هذا الملعب، ملعب الوحيد والمتنفس الوحيد في هذه البلدة. نحن نقع في موقع مجاور للخط الرئيسي للبلدة، وبعيدين كل البعد عن الاحتلال، إلا أن الاحتلال متواصل في التهجم على هذه البلدة وشاتها وعلى طرقها وعلى غرفها الزراعية وعلى بيوتها. هذه الغرفة كمان مهددة بالإزالة. احنا مش عارفين وين بدنا نودي اولادنا. هذا الملعب بخدم اطفال نحالين، في اكثر من اكاديمية قامت وعملت وبتمرنوا في هذا الملعب يوميا. احنا متجهين لأمر رياضي، مش لأي أمر آخر. إن عملية الهدم هي فقط تصب في بجبروت هذا الاحتلال، وتدل على إن لم يتركوا هذه البلد تعيش في أمن وفي سلام. هذا الملعب يعود لمواطن من البلدة، ربما كلفت مبلغ مالي يعني كبير لتسوية هذا الملعب وتدشينه. ما الخسائر التي قد تلحق بمواطن من بلدة نحلين يبادر لافتتاح ملعب للبلدة ليكون متنفسا؟ هذا الملعب صاحبه شيء شخصي له، عمله من أجل أنه يستفيد منه. تم استئجاره من شخص آخر رياضي بيقدم خدمة للبلد والمواطنين. أي عمل ضد هذا الملعب بيعرض البلد إلى الضيق وإلى أمور أخرى إحنا ما بنرغب إنها تكون. هذه متنفس لأطفالنا، متنفس لشبابنا، بفرغوا نشاطاتهم و طاقتهم في هذا الملعب بطريقة رياضية. الإخطارات متزايدة مؤخرا أستاذ إبراهيم كما شاهدنا، وربما اطلعنا على ورقة مؤخرا عشرات إخطارات بالهدم سواء لبناء قديم أو لغرف زراعية. هذه الهجمة، لو تصف لنا هذه الهجمة من قبل الاحتلال الإسرائيلي بحق مصالح أهالي البلدة. تتوالى الاخطارات، بالامس كان في اخطارين للملعب والغرفه، والاسبوع الماضي كان ل 12 غرفه زراعيه ومنشاه نحلينيه في هذه البلد في منطقه كورنيت الدعمس. هو وسبق هذا بشهر كان هناك ازاله لخمس غرف زراعيه. البلده تتعرض لهجمات المستوطنين ومراقبة الاحتلال ومن هدم وإغلاق ومنع المزارعين من مزاولة أعمالهم الزراعية في أراضيهم بحرية. إحنا قريبين من مستوطنة عمالها بتتوسع يوميا
على حساب أرض نحالين. ومش بس هذا التوسع بالبناء وبالمصادرة، وكذلك أطفالهم وأولادهم وشبابهم بيقفوا على الشارع وعلى المطلة القريبة من هذه المنطقة وبيضربوا إحجار على الخط الرئيسي لنحالين أمام ومرأى الاحتلال الإسرائيلي وجنود الاحتلال الإسرائيلي. أستاذ إبراهيم غياض رئيس بلدية بلدة نحالين، شكرا جزيلا لك. إذا مشاهدينا الكرام، هذه التفاصيل بطبيعة الحال. بلدة نحالين بطبيعة الحال هي تقوم من خلال الغرف الزراعية يعني أن تلوذ بنفسها بفعل المضايقات والحصار المستمر من قبل الاحتلال، وكذلك طبعا بفعل توسع المستوطنات على حساب أراضي المواطنين ومصالحهم. استمعنا كيف أن الاحتلال يقوم مؤخرا في الأسبوعين الأخيرين أخطر أكثر من ربما قرابة 15 إخطارا بالهدم ووقف البناء وكذلك أيضا بالإزالة. هذا الملعب هو المتنفس الوحيد وربما الأخير للبلدة للأطفال وللشبان لترويح عن أنفسهم، وحتى أيضا كحاجة أساسية مثل حاجة الرياضة كحاجة للجسد. مشاهدينا الكرام، في نهاية البث المباشر نتمنى الشفاء للجرحى في الشبان والمواطنين في نابلس، وكذلك الرحمة للشهيد أو لشهداء نابلس الذين ارتقوا صباح هذا اليوم. شكرا لطيب متابعتكم وإلى اللقاء.